السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل على كل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة المحور في كل مكان. حلقة جديدة وبرنامجكم مطبخ عظيمة، تحية وحب وتقدير لحضراتكم. واسمحوا لي في البداية أشكر كل متابعينا الكرام وأصدقائنا وأصدقاء صفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمة بالعربي على حسن المتابعة وعلى دايما التعليقات اللطيفة، ويا رب دايما نبقى عند حسن ظن حضراتكم. اسمحوا لي ان انا اقول لكم ان النهارده الحلقه فيها الاصناف لطيفه، اصناف دي في بعض اصدقائنا طلبوها، هنتكلم عنها، ولكن هنتكلم عنها بطريقه بسيطه، حاولنا نبسطها وعلى حسب الموجود في البيت. خلينا نبدا نقول النهارده هنعمل ايه. غالبا الوصفه دي كل الناس اللي بتحب قوي الوايت صوص او الفيتوتشيني هنعمله بصوص الالفريدو. خلينا نقول الفيتوتشيني الدجاج هنتكلم عنه، نقول مقاديره. لو عندي 350 جرام من المكرونه الفيتوتشيني المسلوق، الفيتوتشيني دي بتبقى حاجه مكرونه شرايط اعرض بكتير من السباكيتي، وموجود منها اصناف كتير في السوبر ماركت. طيب عندي نص كيلو من صدور الدجاج متقطعه مكعبات، ممكن الصدور دي تكون مسلوقه وممكن تكون لسه مش مسلوقه، وهنتعامل معها في بالطريقتين بنفس اللي احنا هنعمله بالظبط. عندي بصله مفرومه متقطعه ناعم جدا، 3 فصوص من الثوم، 250 جرام من المشروم، والمشروم ده اختياري ممكن تضيفوه او لا، ملح وفلفل ومعلقتين كبار من الجبنه البارميجان. طيب عندي صوص الالفريدو، صوص الالفريدو ده صوص كده ابيض لطيف جدا. هنحط له ايه الصوص ده؟ هنحط له 3 معالق كبار من الزبده، 3 معالق كبار من الدقيق، كوبايتين من اللبن، 3 كوبايات من الكريمه، وبتعتمد على الكريمه بشكل اساسي، معلقه صغيره من الثوم الباودر، رشه من جوز الطيب، ملح وفلفل ابيض، مكعب مرق، و3 معالق كبار من الجبن الكريمي اذا حابين ندعم الطعم او ممكن نستغنى عنه. عموما الفيتوتشيني كوصفه حقيقيه او ايطاليه مشهوره، ودايما احنا عارفين ايطاليا او الايطالينا مشهورين جدا بالمكرونات. الاساس في الوصفه دي الحقيقه مش هتستغربوا جدا الحقيقيه ليه، واتسمت ليه الفريدو فيتوتشيني نظرا لصاحب الوصفه او اللي كان له الاسم الخاص بالوصفه دي. هو كان زوج وكان بيحب زوجته جدا، وكانت حامل وهو عنده مطعم، صاحب مطعم، وكان حابب يعمل لها اكله مميزه تخليها تبقى مبسوطه وتاكل اكله كده لطيفه. فعمل المكرونه الفيتوتشيني اللي هي المكرونه الشرايط العريضه زي ما حضرتك شايفين، لكن ما عملهاش بقى بكل الحاجات اللي احنا عاملينها دي، هو عملها الاساس فيها كانت المكرونه والزبده والجبنه البارميجان. دي كانت اساس الوصفه اللي دايما احنا بنتكلم عنها، لكن احنا بقى طبعا ده كان الطبق الرئيسي. بعد كده نفس الراجل ده طور في الطبق نفسه ولكن باشكال كتيره، لكن فضل الاساس في الطبق ده هو الزبده والبارميجان والمكرونه الشرايط او المكرونه الفيتوتشيني العريضه. طيب احنا بقى هنبدا نعملها بطريقتنا، بنحط لها بقى شويه حاجات. احنا بما اننا الحاجه عبال ما بتوصلنا الحقيقه بنحب ان احنا نبدع فيها، فخلينا كده ايه نبدا نقول بسم الله وناخد كده نبدا اول حاجه نقول بسم الله. هبدا هنا الخطوه الاولى ان انا لو انا عندي الدجاج او الفراخ اللي موجوده دي موجوده نيه هتعامل معها بنفس الطريقه، او مسلوقه باقيه عندي اقدر اخدها واعمل منها طبق لطيف قوي مكرونه زي دي، هيبقى جميل جدا وفيه ولاد كتير قوي من ولادنا يحبوه. وهديكوا برده شويه افكار كده لطيفه واحنا شغالين فيه، اذا انتم مش حابينه يبقى طبق مثلا مكرونه تقليدي او عادي، ممكن كمان يتعمل بصوص وممكن تحط عليه مجموعه اجبان ويدخل الفرن ويبقى نوع من انواع المكرونات بشكل تاني خالص، بس مش ساعتها مش هيبقى الفيتوتشيني اللي احنا متعودين عليه. هاخد كده معلقه من زيت الزيتون والثوم البصل، وهاخد كمان صدور الدجاج اللي احنا مقطعينها، وطبعا حابين تضيفوه مفيش مشكله، مش حابين برده مفيش مشكله، لو موجود تمام مش موجود خلاص. طيب هاخد اول حاجه كده بسم الله شويه من البصل، هنبدا ايه نقلب كده تقليبه حلوه، وهاخد معاه اهم حاجه رشه الملح والفلفل، حط كده من الملح الهيمالايا
الله، وهاخد كمان رشه من الفلفل. والمفترض ان الوايت صوص اكتر حاجه بتليق معاه زي ما اتفقنا هي جوز الطيب و الوايت صوص من الحاجات اللي يليق معاها الفلفل الابيض عاده، عشان احنا بنسال استخداماته ايه، هو يبقى دايما للصوصات البيضة علشان ما يسيبش لون فيها. لكن طبعا احنا ساعات بنستخدم الفلفل الاسود وبنقول ايه بكميات بسيطه، لكن بره بيستخدموا كل حاجه للاستخدام بتاعها، يعني ليها الصح بتاعها. انا حطيت هنا البصل وهبدا انزل صدور الدجاج اللي احنا عاملينها، هي واخده كده نص سلقه، بسم الله، ونقلب. وهاخد كمان من الثوم حبة كده صغيرين، ونقلب الخليط بتاعنا تقليبة حلوة. وطبعا هنضيف المشروم. لو انا هضيف دلوقتي مشروم فريش يفضل احط معه عصرة ليمون، وهديله تشويحة كويسة علشان ابدأ اظبط المشروم ياخد الطعم الحلو من ايه البصل والثوم والملح والفلفل. نقلب بقى تقليبة حلوة كده، وهبدأ أجيب المشروم. أنا المشروم عندي الحقيقة معلب، كل اللي بعمله في المشروم المعلب إن أنا بفتح العلبة وباخده في مصفة صغيرة، وتحت الحنفية لازم أشطف عشان المادة الحافظة اللي موجودة فيه أستغنى عنها ومتبقاش موجودة. وطبعا إحنا عملنا قبل كده حلقات كانت جميلة جدا خاصة بالمشروم، إزاي نحتفظ بيه وان احنا نعمله في البيت، ازاي نحتفظ بالمشروم الفريش ونعمله زي المعلب ولكن بطريقه امنه جدا وجميله. ان شاء الله نعمل مع بعض حلقات جايه فيها حاجات اللي حضراتكم تطلبوها، كل ده بيتجمع ويتعمل بيه حلقات جميله ان شاء الله. هناخد بقى ايه تشويحه كده حلوه، وبعدين هاجي انا هنا كمان بشوح بشكل كويس، هشغل بقى هنا كمان وهبدا ايه اعمل الصوص في المكان ده، وبعدين نبقى دي تكون اتشوحت شويه، محتاجه انها يعني تدعم بالتشويح كويس. خليني كده ايه، بسم الله بسم الله، نعلي بس هنا جلافز دايما بيبقى حائل، لكن تمام بسم الله. وهنبدا بقى نحط ايه طاسه ثانيه نشتغل فيها الصوص بتاعنا. طيب هاخد كده طاسه زي دي، بسم الله، نحط هنا، هشوح بقى انا هنا كده المشروم بقى مع الفراخ مع البصل مع الثوم، ونبدا ايه تبدا الروايح تطلع بقى الحلوه دي. ده لسه كمان لما نعمل الصوص انا هدي هنا كده يعني منكه خفيف للفراخ دي، رشه بسيطه كده من جوز الطيب خفيفه عشان الفراخ نفسها تبقى فيها الطعم الحلو ده. بصوا نقلب كده تقليبه حلوه، بتفرق قوي الحقيقه، الواحد اول ما بيشم الريحه بيعرف لو الحاجه دي ناقصه ملح. طبعا ده مع دي مع الايه دايما مع الناس اللي بيبقوا كبار وخبره ما شاء الله عليهم، بتلاقيهم عارفين من ريحه الاكل ده ناقصه ملح، ده ريحته لا لسه ناقصه شويه توابل، بتبقى سبحان الله الملكة يعني ربنا يديمها عليهم. هنا بس الطاسة بتسخن شوية، هاخد كده الزبدة وهستخدم معها شوية زيت صغيرين، ونبدأ بقى نعمل صوص تاني جميل هستخدم فيه الزيت النباتي، بسم الله، معلقتين كده، وبعدين هضيف الزبدة وهاخد كده وصف جنبي علشان ايه نعمل الصوص الوايت صوص او صوص الالفريدو اللي احنا اتفقنا عليه اهو. هي وصفه دسمه شويه، هنبدا ايه ندوب كده، وهبدا اخد الدقيق. وانا بصوا انا هحط مع الصوص ده فص ثوم واحد يدي بس تيست حلو وطعم حلو كده، كده انا ضايفه على الفراخ عشان بس ايه الطعم كمان في الصوص نفسه بيبقى طعمه حلو. هعمل كده تقليبه بسيطه، مش عايزه احمره ولا حاجه، يا دوب بس ايه، وهنا بقلب
والفراخ بدأت تنزل شوية صوص خفيف كده، وهترجع تاني تشربه، وبعدين هرجع ايه أضيفها بقى على الصوص الحلو اللي احنا هنعمله ده أهو. تعالوا بقى نضيف الدقيق بتاعنا، بسم الله ده، نقلب تقليبة حلوة كده. لو حابين تستخدموا مكعب مرق في المرحلة دي، حطوا مكعب واحد مع الدقيق كده وتقلبوه كويس. ولو حضراتكم حابين تستخدموا كمرق نخفف بيه صوص، مفيش أي مشكلة، اللي انتوا عايزينه يعني، ده هينفع وهيبقى حلو، وده هينفع وهيبقى حلو أهو كده. نقلب كده تقليبة صغيرة، هنا برضو الفراخ كده في جنب. والميزه ان احنا هتبقى وصفه سهله وبسيطه. وطبعا بنسلق الفيتوتشيني او المكرونه دي في ميه بملح، اللي حابب يحط معاها معلقه زيت واحده اوكي، بتاخد 9 دقائق بالظبط، وبنرفعها علشان اهو طلع بس ريحه الدقيق الني، عشان ما يبقاش فيه الطعم بتاع الدقيق في الصوص نفسه. وخليني بقى اخد رشه كده من التوم الباودر هنا خفيفة، تدعم بس، وهبدأ أزود شوية مرق مش كتير، وهبدأ هنزل الكريمة و عندي كمان دعم من الجبنة الكريمي، ودي حسب رغبتكم بقى، بس طبعا بتبقى لطيفة جدا. تقدروا تستخدموا اللبن مع جبنة كريمي بس لو ما فيش كريمة مفيش مشكلة، بس طبعا الكريمة ليها طابع خاص، لكن برضو نقدر يدينا طعم حلو لو استخدمنا اللبن مع مع جبنة كريمي من اللي موجودة عند حضراتكم، ما تكونش بأطعمة، تكون اللي هي الجبنه ممكن الكوبايات اللي بالقشطه، او الجبنه اللي هي فيها طعم الجبنه المربعات، علشان تدي الطعم اللي احنا عاوزينه كده. قلب كده تقليبه حلوه، نقلب بقى هنا، عايزه بس ادوب كويس قوي الدقيق. ما تنسوش ان انا اضفت الكريمه، والكريمه بدرجه حراره الغرفه او المطبخ، هتتقل شوية، ممكن أخفها بشوية صغيرين كده من اللبن. أوكي، ونقلب. رشة بقى فلفل، بسم الله. ورشة بسيطة من الملح خفيفة، وطبعا مش هننسى جوزة الطيب مع الصوص الأبيض. الله الله، جوزة الطيب دي من الحاجات برضو اللي بتدي طعم وتستحل مختلف والسوق للصوص الابيض اهو. طيب، نكهه مختلفه جدا، طعم ومذاق مختلف. هنعمل كده ونبدا نقلب شويه. انا هاخد الصوص ده وانا بدوبه كده، هنزله على الخليط الخاص بالفراخ والمشروم، وهسيبهم يغلوا مع بعض غلو، وبعدين نضيف المكرونه. وصنف لطيف، تعالوا نعمل الخطوه دي، بسم الله. اوبا، تعالوا بقى بصوا الصوص، هنعمل كده، وهبدا كده، شايفين الجمال مع صوص الفراخ. تنزل كمان شوية الصوص اللي فيها، اللي احنا شوحناهم فيها بشكل جميل. شوفوا الخليط كريمي وحلو ازاي، ما استخدمناش يعني نسبة كريمة كبيرة، هي كوباية كريمة تقريبا. وبعدين هبدأ أضيف المكروني. دايما الصوص ده يتعمل قبل أكله على طول، لأنه بيبقى من الحاجات اللي عايزة على التقديم فورا. خليني
خلينا بقى ايه نرفعه من على النار. خلاص اخر حاجه استكمالا للجمال ده رشه بسيطه بعد ما حطينا بقى المكرونه. استمتعوا بقى بالايه الطبق الجميل ده. بسم الله. شايفين الجمال؟ واو اهي كده. الله كريمي ازاي وكل المكرونه بقت حواليها نسبه الكريمه بشكل جميل وتغلفت كويس قوي وايه وتستمتعوا بقى بيها وانتوا بتاكلوها. طيب هبدا بقى اغرفها هنا. واذا حابين تعملوه ممكن نبقى سلقين مكرونه ونبدا نعمل شويه الصوص وقت التقديم عشان هي زي ما بيقولوا كده ايه بتاخد بتتشرب من الصوص ده قوي وانا مش عايزه في الاخر انها تجف يعني الصوص ده ما يبقاش كده ايه جوسي كده ما يبقاش كده جميل لا يبقى تبقى جافه كده لا مش عاوزين كده. خلوا بالكم المكرونه برده هتبدا تمتص في الصوص ده وتايه وتشرب من الصوص ده فعشان كده انا بقول لحضراتكم دايما يبقى عند التقديم. بسم الله اهو كده. بسم الله كده اوكي. شوفوا بقى المشروم والفراخ الله شايفين الجمال رئيس الصوص واو. تعالوا بقى نمسح بس كده هنا لو في حاجة حواف الطبق. هنحط بقى الجبنة البارميجان هتسيح على الدفء بتاع الخليط بتاع الفيتوتشيني ده وممكن ناخد الوردية دي نحطها هنا كده بالشكل الجميل ده علشان تستمتعوا بيها. وطبعا قبل الاكل على طول وبالهنا والشفا استمتعوا بالطبق هيبقى جميل وهيعجب كتير الولاد اللي بتدخل تبقى عايزه تاكل المكروني بالوايت صوص. احنا عملناه اهو وعرفنا كمان اصل الصوص او اصل الصوص الالفريدو ايه. اتمنى يا رب انه الوصفه تكون يعني خفيفه ولطيفه وما فيهاش حاجه بسيطه جدا. اتمنى بقى انه احنا نطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نعمل وصفه سبرينج رولز لطيفه جدا بالدجاج والخضار. برضو الولاد بيحبوا الحاجات الجميله دي بتبقى كده سناكس حلوه ونعمل لهم حاجات فيها فايده. تعالوا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشتغل في الوصفه اللي جايه مستنيه حضراتكم. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا الفيتوتشيني بصوص الالفريدو وزيناه وحطينا البارميجان من فوقها كده. لازم تدوقوا احنا مش هنكذب على حضراتكم احنا يعني قعدنا في الفاصل جت كده لقطه قلنا ندوق بس فدوقنا الحمد لله طلع الصوص لطيف وطلع المرق كمان مظبوط فما حطناش ملح. ما تنسوش كمان ان الجبنه البارميجان فيها نسبه ملح كويسه فوانتوا بتاكلوها هتلاقوا الدنيا جميله جدا. هي كانت جميله جدا الحقيقه الفاصل اللي فات اتمنى يا رب تجربوها ان شاء الله تعجب حضراتكم. طيب هنعمل سبرينج رولز. السبرينج رولز دي هتبقى بالدجاج والخضار.
اي بواقي فراخ عند حضراتكم مسلوقه او غير مسلوقه، هفترض يعني ممكن قوي نستغلها في الوصفه دي ونعمل سناكس كده لطيفه للولاده نستخدمها في عجينه السبرينج رولز. هنزل المقادير وهبدا اقول لحضراتكم هنعمل ايه. عندي باكت سبرينج رولز او بيتباع في السوبر ماركت، عايزين تعملوها هفترض مفيش سبرينج رولز الرقائق بتاعته، ممكن نعملها بالجلاش بس هنخليهم يبقوا طبقتين من الجلاش. طيب عندي معلقه كبيره من الدقيق ومعلقتين من الميه، دول للخليط اللي هلزق بيه حروف اللف عشان تبقى محكمه ما تفتحش مني وانا بحمرها في الزيت. عندي طبعا زيت للقلي، وعندي للحشو صدور دجاج 2 صدر مكعبات، وعندي بصله مفرومه، فصين توم مفرومين، فلفل اخضر مفروم، قرن فلفل حار وده اختياري، جزر مبشور، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره، ومعلقه صغيره من البابريكا، معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل، وطبعا جبنه موتزاريلا. طيب انا هبدا اول حاجه ان احنا هنشوح كده ايه تشويحه سريعه للخضار ده بشكل لطيف كده. ممكن قوي ان احنا الخضار ممكن يبقى فيه كرومب ابيض، ممكن يبقى فيه كرومب احمر، ممكن تنوعه زي ما انتم حابين. الخضار ده حاجه اختياريه على حسب اللي حضراتكم بتحبوه. هنبدا بقى كده ايه، نحط اول حاجه شويه من زيت الزيتون. بسم الله. وهنبدا نشوح الخضار. طيب اول حاجه انا عندي هنا قلت لحضراتكم بصل، وممكن تستغنوا عنه، ممكن نستخدم مكان البصل الباودر عادي جدا. وعندي جزر، وعندي شويه كده ايه خضروات موجوده، لكن زي ما اتفقنا نقدر ندعم بحاجات تانية جميله جدا. طيب هاخد اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم البصل، وهبدا اديله تشويحه بسيطه. مهم قوي ان الخليط ده او اللي انا هعمله دلوقتي ما يكونش فيه نسبه سوائل كتيره، علشان انا مش عاوزه ابل السبرينج رولز، لازم اصفيه. اذا اتواجد فيه سوائل نصفيه عشان ما يبوظهاش. هاخد كده الفراخ جنبي متقطعه مكعبات صغيره او مسلوقه زي ما حضراتكم تحبوا، اللي موجود في البيت هيبقى جميل جدا. طيب هاخد بقى هنا شويه كده من الصدور الحلوه دي هنحشي بيها. بسم الله. هنقلب تقليبة حلوة، وهبدأ أضيف على الفراخ دي الملح والفلفل، رشة من الملح، بسم الله الرحمن الرحيم، ورشة من الفلفل، وإيه ونقلب. بصوا بقى لما الحلة بتسخن كويس بتبدأ إيه تخلي قطع الفراخ والبصل كمان ما ينزلش سوائل علشان يبقى مظبوط. مش عايزه بس اخلي الزيت هنا كتير، انا مش عاوزاه يطلع دخان، عايزه اخليه دافي واحافظ على الدفء بتاعه عشان لما اجي احمر ابقى اللون ما يبقاش يلون معايا بسرعه، عايزه اللون يبقى ذهبي فاتح. بنقلب كده تقليبه حلوه للفراخ، وبعدين هنضيف بقى الفلفل، شويه الحاجات الحلوه اللي احنا اتفقنا عايزين نضيفها، فلفل حار وده اختياري زي ما قلنا لحضراتكم. عندي كمان جزر، وهنبدا نضيف كمان التوابل بتاعتنا الجميله. عندي الكزبره، عندي الكمون، عندي البابريكا، وحطينا ملح وفلفل، وهنقلب كده تقليبه حلوه. وهبدأ هنا ممكن أحط نقطة واحدة بس من الزيت، نقطة حطيتش كتير زيت الزيتون. قلب تقريبا حلوة. بصوا بقى الخلطة بقت جميلة ازاي، ما فيهاش سوائل خالص. ممكن أجيب طبق كمان هنا أحط فيه الإيه الخليط بتاعي. بسم الله. بصوا هنا طبعا عايزين تخلوا الخليط ده يبرد شويه، ما تنسوش انه هيتحمر، فانا مش عاوزه الخليط يبقى مستوي بنسبه 100%، ما تنسوش ان لسه هينزل في التحمير في شويه من الزيت.
ده كله في العطار. ريحه الفلفل، عايزه اقول لحضراتكم الحار مع الفلفل الاخضر ما شاء الله عامله ريحه حلوه قوي الحقيقه يعني بجد. ان شاء الله تستمتعوا بالوصفه الجميله دي. تعالوا بقى ايه، نرفع الحله بتاعتنا ونبدا بقى نجهز هنا عشان نعمل الحشوه. هناخد كده، ممكن اجيب كده هنا طبق افرد عليه السبرينج رولز. بسم الله كده احطه هنا وهبدا انا طبعا عشان ما تنشفش مني. هاخد خليط اللزق اللي هو فيه معلقه الدقيق ومعلقتين الميه، هوريكم شكله برضو عامل ازاي او قوامه ازاي عشان تبقوا عارفين ان هو ده القوام اللي ايه بنساعد نلزق بيه اهو. بصوا اهو، شايفين قوامه ايه، لا هو تقيل ولا هو خفيف، بس عشان يبقى ثابت فيه الايه الدقيق بشكل كويس. هجيب بقى معلقه صغيره من هنا اهي مستخبية، وهنبدأ بقى ناخد. أنا مغطيها بس بمناديل من مناديل المطبخ عشان ما ينشفش. هاخد كده واحدة منه وهاخد من الخليط ده شوية كده. بسم الله، طبعا على حسب بقى كمية الحشو اللي حضراتكم عاوزينها. عايزين بقى تعملوه، انا بفكر ان هو يبقى خليط كده كويس، يعني ايه حشوه حلوه شويه اهو. وبعدين هعمل كده وهعمل كده وايه وهقفل زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. هاجي للطرف الاخير هنا، مجهزه كده ظهر معلقه صغيره، هجيب الخليط وهعمل كده بس، اقفل هنا دي ظهر المعلقه وهعمل كده علشان اضمن انها اتقفلت كويس. تقدروا تسقعوا الخليط ده بالشكل اللي انتوا عاوزينه. بصوا اهو، هنجيب واحده ثانيه نعمل واحده كمان ونجهزها اهو. الخليط ده بس بعيد شويه، وهنجيب الخليط الحلو، الخلطه، شوفوا الخلطه جافه ازاي، فيهاش سوائل ولا حاجه، وده مهم اهو كده. ممكن ايه تمام، هيبقى هقفل كده كده، وبعدين اخد ده ارول بالراحه. شوفوا هي رقيقه قوي، فانا لو هي فيها سوائل هتتقطع مني ومش هتبقى مظبوطه. وهاخد المعلقه اللي قلنا هنحطها في الخليط اللي هنلزق بيه بالدقيق ومعلقه ميه، معلقه بسيطه كده، ونقفل. وبعدين الافضل قبل ما نقليه على طول، افضل ان حضراتكم تسقعوه شويه في الثلاجه. ان احنا بنسقعه بتخليه ماسكه نفسها، ومنزلها في الزيت ونبدا نشوف الزيت بتاعنا. بسم الله، ممكن اجرب ايه قطعه بس صغيره هنا، لسه الزيت انا حاولت اختبره. خلينا نعمل واحده كمان عقبال ما الزيت يسخن ونبدا نحمر. طيب نقدر نحتفظ بالسبرينج رول ده وبعد ما نلفه كده في الفريزر؟ ينفع جدا ان احنا ايه ناخد السبرينج رولز ده ونحطه في الفريزر ونعمل فيه فواصل من الاكياس بينهم وبين بعض، وخليهم على مسافات وتحط في الفريزر، ويطلع من الفريزر على الزيت سخن عميق شويه، ولكن ما نسيبوش يفك عشان تحصلوا على قوام متماسك وايه وما يفتحش منكم، لانه كده ممكن لو تعرض للتجميد وبعدين جينا حطيناه بعد ما يفك من الفريزر هيبقى كده ممكن يبوظ منه. طيب هنعمل كده
حضراتكم شايفين اهو، بصوا عملنا كده 3 وحدات، ناكد كده تمام، حشو جميل لا باس بيه. وايه دلوقتي بقى نقدر نشيل بقى الحاجات دي، وهبدا بس احط واحده كده في الزيت نشوف كده اخبارها ايه. نسمي الله، بحط اول حاجه على الناحيه اللي تحت، بسم الله اهو، اللي هي قفلتها تقفل اول حاجه من السخونيه عشان ما تفتحش مني، وما تنسوش انا لسه ما سقعتوش، بس ان شاء الله هتطلع باذن الله كويسه. بسم الله اهو، هبدا بقى اغطي ده مره تانيه، ولو انا خلاص عملت الكميه واستكفيت منها هروح شايله ده في كيس لازم، واغلف فوق الكيس بكمان استرتش عشان اضمن مفيش دخول حاجه فيه، وارجعه تاني الفريزر. طيب هنشوف كده اخباره ايه، نرفع بقى الحاجات دي من هنا وهبدا اوري حضراتكم شكله. هنطلع دلوقتي مع بعض كمان اللي هيطلع معانا من الزيت. خليني بس الاول ايه انظف هنا، لما بتطلع محشيه كويس الحقيقه الدنيا بتبقى جميله، وبيبقى الحشو لطيف وبتبقى مشبعه، ان احنا ممكن نعمل الحاجات اللطيفه دي. بسم الله، خلي الولاد يستمتعوا بيها جدا. هاخد بقى انا كده ايه اقلب السبرينج رولز دول، بصوا شكله جميل ازاي، نبدا نحمر كده بالراحه. بصوا بدات تشد وتمسك من الناحيه اللي احنا اتفقنا عليها اللي هي كانت المفروض لسه لازقينها، علشان ايه تبقى محافظه على شكلها قدام حضراتكم. الحشو طبعا دي حاجه ترجع لكم، حابين ان هو يبقى كميته لطيفه زي ما احنا عاملين، حابين يبقى اقل مفيش مشكله. لو قلنا البديل ممكن يبقى الجلاش. طيب انا هحمر دول كده بهدوء، وهستسمح حضراتكم فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نشوف الوصفه اللي جايه ونقدم السبرينج رولز معاكم كمان اللي احنا حمرناه. مستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. احنا حمرنا السبرينج رولز اهو وقدمناهم مع بعض، واتمنى يا رب انه الوصفه دي تعجب حضراتكم. في ناس بتحب تعمله بالعيش التورتيلا، وفي ناس بتحب تعمله بالجلاش، في ناس بتحب تعمله برقائق السبرينج رول زي حضراتكم انتم شايفين. طيب احنا بقى هنعمل وصفه كمان لطيفه قوي بقى، بما اننا عملنا مكرونه بقى على الطريقه الايطاليه بصوص الالفريدو، تعالوا بقى نعمل كمان مكرونه على الطريقه المصريه بقى، على الطريقة الحلوة بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها الجميلة القديمة، وهي العزيزية. العزيزية دي على أصولها اللي تتعمل بالمكرونة الاسباكيتي، وخلينا كده نقول المقادير ونبدأ فيها مع بعض بفضل الله. طيب عندي 250 جرام من المكرونة المسلوقة اسباكيتي، وعندي 1.5 من اللبن، وعندي ربع كوباية او 3/4 كوبايه من النشا على حسب القوام اللي حضراتكم عاوزينه، احنا هنشوف لانه انواع النشا هنا تختلف. طيب 3 معالق كبار ميه هندوب فيهم شويه النشا دول، كوبايه من السكر، معلقتين كبار من جوز الهند، وينفع نستخدم فيها كمان حليب جوز الهند تبقى طعمها يجنن. عندي معلقه صغيره من الفانيليا، وعندي كوبايه كريمه حلويات، وعندي عود قرفه. في ناس بتستخدم فيها البيض وفي ناس ما بتستخدموش، انا النهارده مش هستخدمه، لكن لينا وصفات ثانيه عملناها وكان فيها بيض. الوش هندهنه بمعلقتين كبار من السمنه، ومعلقتين كبار من العسل الابيض. للتزيين انا زينت بفستق وكريز مسكر، تقدروا حضراتكم تزينوها باي حاجه تعجبكم او تسيبوها ساده زي ما انتم عاوزين. انا اول حاجه هاخدها هي بسم الله المكرونه، هاخد الاول اللبن وهاخد السكر معايا. بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما قلت لحضراتكم نقدر ندوب السكر مع اللبن مع الفانيليا مع عود القرفه، ممكن نعمل خليط ده دافي اصلا عشان نسهل لو احنا حابين نسرع من عمليه الطهي يعني، على النار الاول، وبعدين نبدا نصبه على المكرونه فيبقى تمام، ومعاهم معلقتين جوز الهند، او ننكه اللبن نفسه معلقتين جوز الهند ونسيبهم يغلوا مع بعض وبعدين نضيفه على الخليط، برده من الحاجات الجميله جدا اللي حضراتكم هتستمتعوا بيها جدا. طيب نقول بسم الله، هحط كده كوب السكر، خليني بس ايه بسم الله الرحمن الرحيم انزل كده، وعندي بسم الله احط شويه بس من اللبن، وبعدين نضيف المكرونه عشان اعرف لما اجي اخلط
الايه المكرونه ما تتركزش تحت في قاع الايه الخلاط وتدياني. هاخد بقى المكرونه 250 جرام بالظبط، فيعني ايه 250 جرام دول مظبوطين عشان يطلع الكميه مظبوطه مع حضراتكم. خلينا بقى نجرب كده كده كميه المكرونه الحلوه دي. بسم الله. طبعا هي فيها نسبه نشا برضه، عشان كده انا بقول لحضراتكم نسبه النشا ترجع لنوع النشا. هنفترض ان انا استخدمت نشا قوي او نشا نوعه كويس، فانا شايفه انه معلقتين بس من النشا هتبقى كافيه. طيب حطيت سكر وحطيت لبن، هنزود بقى شويه لبن كمان، ممكن نزود بقى الباقي على النار لو الخلاط مش هيستوعب كتير كده. وتعالوا ناخد شويه الفانيليا وايه نخلط بقى الخليط الحلو ده. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد الخليط الجميل ده وهيبدأ نصبه هنا في حلة. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى بتبان فيه قطع صغيرة جدا من المكرونة الحلوة بتاعتنا الاسباجيتي الوصفة الأصلية القديمة. في ناس بتعمله بس من غير المكرونة، في ناس ممكن تعمله من غير المكرونة، وفي يعني بعض المحلات ساعات بتعمل كده. هبدأ أحط هنا معاهم، عايز احط بس عود قرفه يدي كده نكهه جميله، والحليب زي ما احنا قلنا حسب الايه الرغبه. هنا عندي شويه من الكريمه انا حبيت ادعم بيهم، انا عايزه اديها كده طعم حلو. وهاخد في نفس الايه البوله الصغيره دي هحط فيها معلقه النشا مع شويه الميه وادوبهم هنا وابدا اقلب الخليط مع حضراتكم لحد ما يوصل لي تخانه كويس. انا كده دوبت السكر والفانيليا والجوز الهند اوريدي مخلوط مع اللبن اتغلى معاه وسبته لما هدي، او حضراتكم تحبوا تحطوه كده كجوز هند ناعم براحه حضراتكم خالص، ممكن تستغنوا عنه، لكن هي كلها حاجات بتدي منكهات جميله. يبقى حطينا المكرونه، حطينا اللبن، حطينا السكر، الفانيليا، وعود القرفه اهو. بعد ما خلطنا كل ده في الخلاط رجعنا حطيناهم على النار. هبدا ادوب هنا نسبه النشا اللي اتفقنا عليها، هاخد كده معلقتين كبار او ثلاثه من النشا، ممكن ندوبهم كويس. بسم الله. ميه ساقعه او لبن ساقع زي ما تحبوا خالص عشان اجهزه جنبي للخليط. هدهن طبعا البايركس بتاعي بالسمن علشان ابدا اجهزه لل ان انا اصب فيه العزيزيه. بصوا النشا بيبقى كده الاول، واقدر ازود شويه لبن، خليني ازود شويه لبن صغير. بسم الله. انا رفعت الخليط ده على النار اهو. بسم الله كده اهو. نقلب بقى تقليبه حلوه كده، تمام. ندوب فيها النشا حلو كده كده كده. الله الله، بصوا الجمال اهو، دوبه تماما اهو كده، دوبناه تماما. تسلموا حبايبي. وهنبدا بقى، بصوا بدا يغلي. طبعا زي ما قلت لحضراتكم نقدر نغلي اللبن مع السكر مع القرفه مع الفانيليا مع الجوز الهند ونخليه مغلي على طول ونصبه على طول على الخلاط لو على المكرونه. ده هيخلي شويه انه الموضوع يبقى بيستوي اسرع بشكل جميل واسرع من كده، لكن عايزين تعملوه على الطريقه دي جميله جدا. نخلي اضافه النشا شويه شويه عشان نوصل للقوام اللي احنا عاوزينه. خليني بقى وانا مع حضراتكم ادهن البايركس كده بالسم. بسم الله.
طبعا لو من غير مكرونه احنا بنعمله كل الخليط ما عدا المكرونه، بنحط النشا مع اللبن مع الكريمه بقى مع كل الحاجات دي، وبيبقى معاهم بس كانه زي خليط المهلبيه بالظبط، ما فيهوش قطع المكرونه، لكن ما بتبقاش عزيزيه، بتبقى حاجه ثانيه بس مش بتبقى العزيزيه. انا بقلب بقى الخليط كده مع حضراتكم، هجيب فرشه وندهن الايه حاضر، ندهن البايركس بتاعنا. بسم الله، ناخد كده هنا كده اهو، بصوا كده، والجناب كمان ندهنه كويس كده. في اكلات كده قديمه سبحان الله، انا مش عارفه هي اساسها ايه، دمياطيه ولا بورسعيدي، احنا عايزين بقى ايه الناس اللي في دمياط والناس اللي في بورسعيد يردوا علينا يقولوا لنا بقى يا الوصفه دي اساسها ايه بالظبط. طيب نقلب بقى تقليبه حلوه كده، انا مع حضراتكم هنا على النار. نقلب لحد ما تبدا ايه تتقل، بصوا بدا لما انا لسه ما زودتش اصلا النشا هنبدا اهو. بصوا الجمال، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله هنزود، وتعالوا ايه تتقطع كده قطع جميلة اما بتدخل الفرن، بتبقى حلوة جدا. تعالوا بس ايه نقلب كويس، اللبن بدأ يسخن، خلوا بالكم اللبن ما كانش سخن كان برد، احنا التكييف هنا عالي جدا كده، في معنى ناس كتير بتبرد الحقيقة يعني من التكييف، ساعات كتير كلنا بنلاقي نفسنا عايزين نجيب الجاكيت ونلبس الجاكيت عشان التكييف يبقى عالي جدا. البنات هنا يا حبايبي يعني ايه محتاجين ياخدوا كالسيوم زياده علشان يدعموا العظم بتاعهم علشان ما يتعبوش. البنات والرجال بيقولوا لي جوه في الكنترول ربنا يديكوا الصحه جميعا يا حبايبي، بيقولوا احنا بنشتي على طول، صح يا دعاء والله، عشان فعلا الاجواء، عشان طبعا الاستوديو، علشان الالات والكاميرات والحركات كل ده بيحتاج نسبه تبريد كويسه. طيب نزود بقى كده، بسم الله هنقلب تقليبه حلوه، سخنت تمام، انا يا دوب عايزه بس ايه اخلي السمن مع السكر مع الأسفة العسل مع بعض، ممكن أدوب شوية السمن الصغننين دول، خليني أدوبهم أهو هنا عشان تبقى الدنيا جميلة، عشان إيه أضيفهم على الوش. بسم الله، لسه أحطها حالا، أنا معاكم أدي كده وهنا بسم الله أعلي، بس أنا عايزة أدوب بس شوية سمنة صغيرين عشان اضيف عليهم الايه المعلقتين العسل واعملها على الوش. بصوا بدات خلاص تغلي وهتبدا تدي قوام كويس اهو، ريحه الفانيليا بقى اللي حطيناها وعود القرفه بدا بقى يدفى، يدي بقى النكهه الجميله الخفيفه اللي اصدقائنا لو مش بيحبوا القرفه مش هيشعروا بيها، ولو مش حابينها ما تحطوهاش. نكتفي بجوز الهند واللبن والسكر والفانيليا، الحاجات دي جميلة. بصوا بدات تدخن اهي، شايفين القوام؟ شايفين؟ بصوا خليكم معايا يا حبايبي، بصوا الجمال اهي. يلا بينا قلب تقليبه حلوه كده ونايه ونبدا نصبها. الله الله اهو، شايفين الجمال؟ بصوا بتطلع بقى الايه الفقاعات دي اهي، يبقى كده تمام. يلا هنبدا بقى نروح نصبها في البايركس اللي احنا دهناه بالسمن. بسم الله، تعالوا كده الأول سأبحث عن عود القرفة أهو أهو أحط هنا، وتعالوا إيه أصب بقى مع حضراتكم الخليط الجميل ده، وانا هنا سخنت البان، انا مش هغلي السمنه على النار ولا حاجه، انا بس سخنت الطاسه هحط بس السمنه بتبدا تدوب كده على خفيف مع العسل. تعالوا بقى نبدا نصب الخليط الحلو ده معايا الاسباتيولا، بصوا كده
هاخد حاجة جماله. بسم الله. ونقدر نعملها على 2 بايركس، مش شرط يبقى واحد، على حسب برضو الارتفاع اللي حضراتكم حابينه. هي عادة ما بتبقاش عالية جدا، بتبقى زي اللينزة كده، ما بتبقاش عالية. نقدر ان احنا نعمل الارتفاع اللي احنا عايزينه. فده ممكن ياخد 2 بايركس قد ده بالظبط، الكمية دي يعني اهو، عشان تتقطع كده بتبقى لطيفة جدا. الحقيقة الناس القديمة او اهالينا معظمهم بيحبوها جدا جدا. تعالوا بقى، انا سخنت دي شويه، احط كده شويه من السمن، واخد معلقه كده صغيره، وعندي العسل الابيض، هذوب بس السمنه كده شويه. بصوا حضراتكم، وطبعا بالفرشه كمان هتعامل مع الخليط الجميل ده. اهي الفرشه اللي انا دهنت بيها هي اللي انا هستخدمها. هحط بقى خليط السمن ده هنا، بسم الله، هنا على العسل الابيض اللي معايا، بسم الله اهو. نبدا بقى بالفرشه كده. اولا هقلب، خليني بس دي هنا، هقلب كده الخليط السمن مع مع العسل، وندهن على وشها. بصوا اهو، العسل بيدي لون حلو، بيدي طعم حلو. احنا مش حاطين نسبة سكر على فكرة عالية، حاطين كوباية واحدة. طبعا السكر ده حسب الرغبة، تقدروا تعملوها بسكر دايت، وتقدروا تستخدموا فيها العسل، وتقدروا تعملوا اللي انتوا عايزينه. هاخد كده وهبدأ شايفين اعمل كده على وشها، علشان هي عملت وش خفيف كده بالراحة من غير ما اجرحها ولا حاجة. بسم الله اهو، يدي بقى طعم ولون جميل قوي. الله الله، كده بقى ندخل الفرن ناخد اللون الجميل اللي احنا عايزينه، واوريه لحضراتكم شكلها عامل ازاي. الفكره في الفرن انه هياخد لون بس اهو. بسم الله، فاتحين الشوايه فقط لا غير. هنقفل عليها، وتعالوا بقى نطلع اللي احنا عملناها. عايزه اقول لكم رائعه، بسم الله اهي. بصوا الجمال، زيناها بالفستق. عايزين بقى تلمعوها كمان بالعسل، مفيش مشكله، خيوط العسل كده خفيفه براحه حضراتكم، دي حاجه ترجع لكم. تتقطع بقى بتبقى تجنن، قطع كده جميله وخفيفه ولطيفه، وحاجه بيتي من الحلويات المفتقدينها يعني، اللي ليها اساس قديم ومعروفه جدا العزيزيه. انا هبدا بقى اقدمها هنا بعد. بصوا شوفوا الجمال بقى، طبعا طعم العسل ده بيدي طعم حلو قوي، لما نيجي ناكل نلاقي الوش ده ليه طعم كده جميل، مع معلقه السمنه اللي احنا دوبناها، يا دوب خلطناها بس بالعسل ودوبناهم كده بالمعلقه، وعملتها بالفرشة. زينتها بقى بالطريقه اللي تعجبكم، عايزينها ساده زي ما حضراتكم تحبوا. خليني ابدا اعرضها هنا مع الحاجات الجميله دي اهي، جنب بقى السبرينج رولز والحاجات الحلوه دي. بسم الله اهو. دلوقتي بقى احنا النهارده عملنا سبرينج رولز، عملنا سبرينج رولز بالدجاج، بواقي دجاج مسلوق عنا والخضار، عملناه برقاقة سبرينج رولز، لكن ممكن نعمله بالعيش التورتيلا لو عندنا بواقي منه، ممكن نعمله بالجلاش. طيب عملنا كمان الفيتوتشيني بصوص الالفريدو واتكلمنا عنه، وعملناه بطريقه لطيفه، واتفقنا ان احنا ما نعملوش الا لما يكون قبل التقديم مباشره، عشان يفضل جوسي والمكرونه تبقى كده ليها صوص جميل تعرفوا تستمتعوا بيه. وعملنا العزيزيه بطريقه لطيفه جدا من مكرونه الاسباجيتي، واتمنى يا رب انها تنول اعجاب حضراتكم، سواء عملتوها بالمكرونه او عملتوها من غير المكرونه بنفس الطريقه ولكن من غير اضافه المكرونه. اتمنى يا رب ان الوصفات تكون نالت اعجاب حضراتكم، واتمنى دايما نكون بنقدم لحضراتكم بشكل سريع كل اللي تطلبوه مننا من وصفات، واتمنى من الله ولا يكتر على الله. اشوف حضراتكم من هنا الحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، و السلام عليكم.